بعد الانتهاء من مرحلة القضاء على المفرغات العشوائية، انطلقت مرحلة معالجة رسكلتي معالجة ورسكلة النفايات بكل أنواعها. وحدات صناعية هامة شرعت في العمل وكانت محل معاينة والتفقد من قبل وزيرة تهيئة الإقليم والبيئة دليلة أبو جمعة. المتابعة لفؤاد أحماني. نقلة نوعية في مجال الاقتصاد الأخضر من حيث ترقية نشاطات الرسكلة وتثمين النفايات، مرحلة جديدة بدأت تؤتي ثمارها بيئيا واقتصاديا وحتى اجتماعيا. هذا ما أثت عليه وزيرة تهيئة الإقليم والبيئة دليل أبو جمعة خلال زيارة تفقدية لوحدتين صناعيتين ناشطتين في مجال الرسكلة والنفايات واسترجاعها بكل من بن شبان ببلدية الرويبة والثانية بمنطقة النشاط بالكالتوس. وتعتبر الإعفاءات الضريبية المختلفة في القانون المالي 2014 لهذا النوع من النشاطات، والتي صنفت كحرف من أهم مجالات الدعم من الدولة. اليوم احنا انتقلنا لمرحلة أخرى اللي هي مرحلة نوعية اللي تسمح لنا باش نرسكلو ونتمنوا هذه النفايات. عندنا الآن أكثر من 50 وحدة صناعية اللي هي تحول وتسترجع هذه النفايات اللي هي الآن تمول الوحدات الصناعية الجزائرية. أهمية هذه النشاطات ودعمها ستعطي نفسا جديدا للاقتصاد الوطني بعد الخطوات التدريجية والتقنية في تسيير المدمج للنفايات منذ سنة 2000، بعد القضاء على عشرات المفرغات العشوائية واستبدالها بمراكز الدعم التقني للنفايات.